خدنا وياكم الدروس السابق الفصل الاول والثاني كملناه على خير وبركه. اليوم راح نجي الى الفصل الثالث اللي هو بعنوان عناصر الزمره الثالثه. عناصر الزمره الثالثه بالبدايه نتعرف عليها، تبدا عندك بالبورون، بعدين الالمنيوم والجاليوم والانديوم والستانيوم. هاي مجموعه عناصر الزمره الثالثه. اول ما نجي راح ناخذ صفاتها العامه. شنو صفاتها العامه؟ أول شيء يقول عناصرها فلزات على البورون شو فلز، يعني ذني كلهن فلزات، عندك فقط بحالة البورون هو شو فلز. اثنين طاقة تأين هذه العناصر أقل من طاقة تأين عناصر الزمرة الثانية، وبعد شوي راح ناخذ ليش؟ نسوي لكم بها تعليم. النقطة الثالثة يقول يحتوي الغلاف الخارجي لهذه العناصر على ثلاثة الكترونات، يعني تكافؤها ثلاثي وحالة التأكسدية موجب اتلاف. النقطة الأخيرة يقول تتميز خواص أكاسيد وهيدروكسيدات هذه العناصر شنو؟ بزيادة الصفة القاعدية ونقصان الحامضية، حيث أن أكاسيد البورون يشبيها تجيكم على شكل فراغات حامضية، وأكاسيد الألمنيوم أمفوتيرية، والبقية أكاسيدها شنو؟ تكون قاعدية. هذا اللي هو معدن حر. مثلا يجيب لك يقول لك حالة تأكسد الجاليوم فراغ، تقول له موجب اتلاف، أو يضيف لك ثلاث عناصر ويخلي وياهم العنصر الرابع دخيل، يقول لك منو من العناصر؟ مو من عناصر الزمرة الثالثة، فكون أنت تبين تعرف كل زمرة شنو موجود بيها من العناصر. هنا عندنا تعليل يقول ليش عناصر الزمرة الثالثة وضع عناصر الزمرة الثالثة في مجموعة واحدة رغم اختلافها في العدد الذري. يقول لك ثاني عددنا الذريه مختلفه، قبل شوي اخذناها البورون 5 الالمنيوم 13، ليش خلوهن بزمره واحده مع العلم اعداد الذريه مختلفه؟ يقول له جواب بسبب احتواء الغلاف الخارجي لذراتها على ثلاثه الكترونات. اي واحد من عندكم تجي تسوي له تركيبه الكتروني راح تشوف ثلاثه الكترونات فقط بالغلاف الخارجي. تعليل اخر يقول طاقه تعيين عناصر الزمره الثالثه اقل من الثانية، ليش؟ نقول أن العناصر الزمرة الثالثة تحتوي على الكترون واحد في الغلاف بي، يعني بالنسبة إلى تركيبة الكترون كلهم يجون بالبي 1 يحتوي على الكترون واحد، بعد غلاف ثاني هو مشبع يعني اس 2. أما عناصر الزمرة الثانية اللي يكون غلافها الخارجي الثاني اللي نبي الكترونين يعني مشبع اس 2. شنو معنى الكلام؟ يعني الطاقة اللي يحتاجها حتى آخذ الكترون مال بي تكون اقل من الطاقه اللي يحتاجها حتى اخذها من الاس 2، لان هذا يكون مشبع. احد السنين الوزاريه جاءنا سؤال يقول قارن بين طاقه التاين لعنصر من الزمره الثالثه ويا من مع عنصر مجاور له من الزمره الثانيه. تريد تاخذها بشكل عام مثل هذا التعليل، تريد لا تحدد لك عنصرين، انا الان حددت لك اياه، اخذت لك ابسط عنصرين. يقول طاقة تأين عنصر من الزمرة الثالثة أبسط واحد أخذناه البورون عدد الذري 5، قبل بالزمرة الثانية البيريديوم عدد الذري 4. يقول طاقة تأين البورون أقل من طاقة تأين العنصر المجاور له في الزمرة الثانية هو البيريديوم اللي به 4 الكترونات. هنا يعني عندك فراغات ممكن تجيك من عدد. يقول لك صيغة هيدروكسيد البورون هي بي او اتش 3. ليش او اتش 3 خلينا مو اتش وحده؟ لان البريليوم قلنا الزمره الثالثه كلها شنو؟ موجب ثلاثه، والاو اتش سالب واحد، فثلاثه من الاو اتش حتى تعادل لك البورون. هذا يسموه ايضا باسم حامض البوري، اقدر اكتبه بالشكل التالي ايضا. هنا النقطه الثانيه يقول عنصر البورون والالمنيوم يشكلون نسبه كبيره من مكونات التربه. طلاب احنا تعودنا كل زمره ناخذها ندرس نموذج منها، مثلا الزمره الاولى اخذنا بها الصوديوم ودرسناه ومركباته، الزمره الثانيه اخذنا الكالسيوم. بالنسبه لنا انا راح ناخذ الالمنيوم كنموذج علمي للزمره الثالثه. رمز الكيميائي اي ار، عدد الذري 13 وكتل 27. هذا الجدول يوضح لك كل غلاف ايش قد فيه الكترونات. هذا الحمض لا، انت لاحظت اذا تعرف تسوي ترتيب الكتروني تلقائيا راح تعرف الكي بي 2 والار 8 والام 3 الكترونات، الغلاف الخارجي قلنا كل زمره فيها 3 الكترونات. الالمنيوم وين موجود؟ يقول ما موجود بصوره حره في الطبيعه لانه من الفلزات الفعاله. اهم
خامات الالمنيوم اللي موجود عندها هي نبي مركبات او خامات البوكسايت والكريولايت. هسه اجي اريد اعرف شنو البوكسايت وشنو الكريولايت. البوكسايت يا اخوان هو اكسيد الالمنيوم المائي. اوكسيد شنو يعني؟ اوكسجين. اكسيد الالمنيوم المائي موجود في مي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لاستخلاص الالمنيوم في الطبيعه. احنا مو قلنا الالمنيوم قبل شوي يوجد في التربه؟ ماشي؟ بديش حتى نستخلصه من التربه ذاك يحتاج الى تكاليف ماديه عاليه، فيجون منين يستخلصوا؟ من خاماته، اهم خاماته هو البوكسايت. كريولايت شنو؟ هو كلوريد الالمنيوم الصوديوم. Na3Al6 ويؤلف الالمنيوم 8% من قشور الارضيه. هنا ليش هذا يصير؟ اغلب الطلاب يشتبهون بها. اخواني الكريولايت صيغته حتى لا تنساها، الصوديوم ايش قد؟ كل وحده صوديوم عباره عن موجب واحد. موجب واحد في ثلاثه موجب ثلاثه، والالمنيوم موجب ثلاثه موجب سته اف سته، كل وحده اف عباره عن سالب واحد، فسالب واحد في سته يصير سالب سته، يعني ثلاثه صوديوم ووحده الالمنيوم يعادل سته فلور. احنا قلنا الخامات اللي يستخلصون منها الالمنيوم هو البوكسايت. هسه نجي شلون نستخلص الالمنيوم. عندك تجربه بسيطه ان شاء الله ما عندها شيء. نقدر الالمنيوم منين نستخلصه؟ من خام البوكسايت، بس هذا جاهز لو شو تسوي له؟ اول خطوه يقول يلقى خام البوكسايت كيميائيا من الشوارع. شنو صيغه البوكسايت؟ Al2O3 بعد شنو 2H2O، يعني لقيناه من شوائب، شنو الشوائب؟ اللي هي الماء. ليش؟ للحصول على الالومنيوم. البوكسايت بقت من عنده بس الالومنيوم. هذا الالومنيوم يا اخوان له درجه انصهار عاليه، شو يسوونه؟ يذوبوه في منصهر الكريولايت. ليش؟ الذي يخفف درجه انصهار الالومنيوم، حتى خفف درجه انصهار الالومنيوم اذوبه وين؟ بالكريولايت. صار عندي صار منصهر بكريولايت وبالومنيوم، وين يودوا هذا؟ يوضع في خليه تحليل كهربائيه. هذه خليه تحليل كهربائيه، من يمرون التيار الكهربائي راح يتجمع الالومنيوم وين؟ اسفل الخليه. هاي خليه تحليل كهربائي هنا موجود فيها الالومنيوم وذاك الكريولايت راح يتجمع عندك الالومنيوم بالاسفل. راح يتم بشكل سريع. خام البوكسايت ينقوه من الشوارع. طالب يسال يقول استاذ هاي الشوارع وسط هذا لو شنو؟ لا اخوان الماده الشائعه هي الماده الدخيله، يعني انا لين اريد ادرس؟ لين اريد اكسيد الالم او مو كان بوكسايد Al2O3OH2OH؟ اذا اريد ادرس الالومنيوم فتعتبر الماده الثانيه هي الماده الدخيله، فاتخلص من الماء. الماده الدخيله يسموها بالشائع بالشوائب مو وساخه ترى. قلنا هذا ينقل من الشوائب للحصول على الالومنيوم. والذي له درجة انصهار شبيهة عالية، شلون اخفضها؟ اضيف له منصهر الكريولايت. صار عندك منصهر شبيه بكريولايت وبالومنيوم، يمرون الى خلية تحليل كهربائية، راح مجرد ما يمرون التيار الكهربائي راح يتجمع عندك الالومنيوم بالاسفل. هذا يسحب بين فترة وأخرى. هنا عندنا تعليل مهم. يقول يذاب الالومنيوم في منصهر الكريولايت. او تجينا بصيغه اخرى طبعا هاي وزاريه. يقول اضافه الكريولايت المن الى الالومنيوم ايش وقت؟ في استخلاص الالومنيوم. الجواب نقول ان الكريولايت بالنشبي يعمل على تخفيض درجه انصهار الالومنيوم عالي. هسه نجي الى موضوع خواص الالومنيوم. طبعا خواص الالومنيوم واستعمالاته المفروض يكون من اسهل المواضيع على الطالب، ليش؟ باعتبار شايفين. الخواص الفيزيائيه. قلنا الخواص الفيزيائيه متعلقه بما بالمظهر ودرجات الانصهار والغليان والتوصيل والقدر. اول خاصيه يقول فلز فضي اللون، كل احنا شايفين الالومنيوم فضي اللون، بعد جيد التوصيل للحراره والكهرباء. النقطه الثالثه يقول قليل الكثافه، كثافه تكون قليله. هاي بالنسبه لخصائص الفيزياء. اما الخواص الكيميائيه، اول وحده يقول تاثير الاكسجين على الالمنيوم. عندي بيها طبعا اكثر من سؤال.
سؤال أول يقول لا يستمر تآكل الألمنيوم عند تحافظه للهواء. الألمنيوم بتحافظ الهواء الجوي أو الهواء المطر ما راح يتآكل، عكس في الأجزاء الأخرى مثلا عندنا الحديد من يتحافظ الهواء المطر مش راح يصيب بيه؟ يصيب بيه الصدى. الألمنيوم يختلف عن هذا الشيء ليش؟ هذه صيغة، الصيغة الأخرى يقول لك ما الذي يحدث عند تعرض الألمنيوم للهواء؟ اثنيناتهم نفس الجواب. ايش راح نقول له؟ نقول له يتأكسد السطح الخارجي للألمنيوم، فقط السطح الخارجي. يكتسي بطبقة رقيقة من أوكسيدة، شنو أوكسيدة؟ يعني أوكسيد الألمنيوم. هاي تكون شديدة الالتصاق بالسطح وتقيه أو تحميه من التآكل. هذه طبقة رقيقة جدا يا اخوان ما تبين عندك بالألمنيوم. يعني سألت قبل السادة عن الألمنيوم من هذا أشوفه بنت قلت لي ما يصدع شو ما بين هذه الطبقة لأنها طبقة رقيقة جدا من أوكسيدة تعزل عن المحيط الخارجي اللي هو الهواء الرطب حسب المعادلة التالية. طبعا المعادلات والله من المعادلات الطلاب كله تسأل عن المعادلات ايش راح نسوي لكم كل فرصة ناخذ بيه معادلاته راح ناخذ الحالات التشريحية اللي تحتاجها لان من يكتب لكم معادله الا عندك اعداد تكسب وانتم ما شاء الله جدول اعداد تكسب ولا واحد حاضر فراح نجي كل فصل بس اللي تحتاج انك تكتب اياه. عندك الصوديوم موجب واحد الاكسجين سالب اثنين اللي هو الاكسيد الهيدروكسيد مجموعه الهيدروكسيد سالب واحد الكبريتات SO4 تكسبها سالب اثنين الالمنيوم موجب ثلاثه والسياط سالب واحد. هنا انا ايش عندي المعادله؟ الألمنيوم مع الأوكسيد. اكتبها في البداية بدون أرقام، هذا الألمنيوم أي أر ماشي ويانا ويا الأوكسجين. طريقة المقص ماخذينها هذا موجب ثلاثة، هذا سالب اثنين، فمن أبي أبدل بيناتهم مش راح تطلع عندك الصيغة، راح تطلع عندك أي أر 2 OH اطلاق، صح ولا لا؟ يعني طلع لك هذا رقم بدون شنو؟ بدون موازنة. IL2O3 طلع لنا بدون هذا الرقم. نجي نحسب. IL2O3 هنا كان عندنا؟ راح اعيدها مرة ثانية. IL زائد O بالمقاس طلعنا IL2O اطلع. قال عندك الاكسجين، طبعا الاكسجين ما يجي بحاله الذرات، حاله الغاز يعني اوت. هنا من اوت قال اطلع بينما هاي البيت داخله اثنين. حتى اوازنهن لازم هذه تنضرب في ثلاثه وهذه في اثنين. ليش؟ حتى يصير عامل مشترك عندك هو سته. هاي ثلاثه اوت وهذه كلها انضرب في اثنين. هسه الاكسجين صار هنا سته وهنا ايش قال؟ سته. ايش بقى عندك؟ بقى عندك الالمنيوم ناتج عندك ايش قد؟ 2 ب 2 4 بينما ايش قد داخل؟ بس واحد نخليها 4 صارت عندك المعادله التاليه. المعادله الكيميائيه يا اخوان مثل كفتين الميزان. شكو شيء داخل عندك بالتفاعلات لازم نفسيته بالنواتج. بالبدايه تسوي طريقه المقص وبعدين توازن. طبعا الشرح بشكل سريع، انت موقف الفيديو ورجع لحد ما تنتهي. هذه المعادله اللي سويناها. نجي الى حرق مسحوق الالمنيوم، يقول ما الذي يحدث عند حرق مسحوق الالمنيوم؟ شنو الاحتراق؟ ايضا يعني بالاكسجين، يحترق مسحوق الالمنيوم بشده وبلهب ساطع محرره للطاقه، وتذكر نفس المعادله من المعادلات المهمه وسهله ما فيها اي شيء. بس نجي للنقطة الثالثة الألمنيوم كعامل مختزل. هذه من الأسئلة المهمة. بها صيغتين. مرة يقول لك اشرح كيفية الحصول على تفاعل الثرمينت. معاكس الإجابة كذا بشنو بالمعادلة الموزونة وشنو الفائدة من هذا التفاعل. ومرة لا يقول لك اثبت بالشرح وكتابة المعادلة الموزونة أن الألمنيوم عامل مختزل. أنا مش عندي الموضوع خواص الكيميائية الألمنيوم كعامل مختزل. فإذا قال لك اثبت الألمنيوم مختزل تذكر له التجربة. أو قال لك اشرح كيفية حصول تفاعل الترمينت أيضا تذكر له هذه التجربة. ملخص هذه التجربة شنو؟ عندك مسحوق الألمنيوم.
خطوه ويا من؟ ويا اوكسيد الحديد الثلاثي، لازم ثلاثي، هاي كل وحده هذه العلامه معناها ثلاثي. وين يخلوه؟ صار عندك خليط مسحوق المنيوم واوكسيد الحديد، خلوه بجبن. هذا الجبنه وين مثبته؟ في وعاء، هذا الوعاء اللي ربط. بعد شو يسوون؟ يثبتون شريط المغنيسيوم بطول مناسب. ماشي؟ يحطون نهاية هذا شريط المغنيسيوم مع الابتعاد مسافة 3 أمتار عن من؟ عن الوعاء بي الجبنة. ليش؟ يقول لأن هذا التفاعل شبيه خطير، مصحوب بدقائق شعر وحرارة عالية، فلازم تبتعد أقل شيء 3 مترات. يقول نلاحظ حدوث تفاعل بين مسحوق الألمنيوم مع أكسيد الحديد، تفاعل شديد مصحوب بانبعاث كمية من الحرارة ولهب ساطع مع دقائق الشعر. ايش ينتج عن هذا التفاعل؟ ينتج منصهر الحديد. شلون ينتج هذا منصهر الحديد؟ يقول نتيجة قيام الألمنيوم باختزال أكسيد الحديد، يعني سحب من عنده الأكسجين وتحرير الحديد كما في المعادلات التالية. هاي معادلة الاختزال للحديد. شلون نكتبها؟ أخوة يقول لك مسحوق الألمنيوم، اكتب لي بس ألمنيوم. هذا الأي أو. طبعا الأي يكتب هنا هذا موجة اطلاق. ويا من؟ مع أكسيد الحديد الثلاثي. هو محدد لك قايل لك ان هذا الحديد اوكسيد الحديد ثلاثي، يعني الاوشجن ثلاث. هذا اوكسيد الحديد الثلاثي، ايش راح يعطيك؟ بما انه اختزال فالالمنيوم ايش راح ياخذ؟ راح ياخذ انا عندك هذا موجب وهذا السالب، فراح ياخذ السالب يختزل الاكسجين، ايش راح يتكون عندك؟ راح يتكون اي ار شنو؟ او 3 زائد الاف اي زائد الطاقة. لهنا انا اخذت نص درجة المعادلة، ليش؟ لان ما موزونة عندي المعادلة الكيميائية. اي ار ايش قد هنا؟ طبعا الايار مع الاوكسيد كنا نسوي لهم طريقه المقص. الالمنيوم ايش قد؟ الالمنيوم موجب 3 والاكسجين سالب 2. لو تجي مجرد ان تفاوعها انه سالب 2 في 3 سالب 6 بينما هذا موجب 3 راح احتاج الالمنيوم ثاني. صار عندك اي ار 2 يعني 2 في موجب 3 موجب 6 وهذه سالب 6 هذه خلصنا من عندها فتعادلت. ماشي؟ هسه نجي نوازن الالمنيوم احنا ايش قد عندك؟ 2 بينما هو ايش قد داخل؟ بس واحده نخليها 2. نجي الحديد ايش قد داخل؟ اف اي 2 ايش قد خارج؟ 1 نخليها 2. الاكسجين هنا أنا 3 وهنا أنا 3 اذا ما يحتاج اسوي اي تغيير عليه. ومجرد ان توازن شنو داخل عندك؟ يلا. وبطريقه المقص بالنسبه للالمنيوم والحديد. لهنا أنا كمل عندك تفاعل الثروي. اعيدها بشكل سريع. اشرح كيفيه الحصول او اثبت ان الالمنيوم عامل مختزل، نخلط مسحوق الالمنيوم ويا من؟ ويا اكسيد الحديد الثلاثي، نخليه في جبنه، هذه الجبنه وين؟ مثبته في وعاء فيه رمل، يثبتون في شريط المغنيسيوم بطول مناسب، تحرق نهايه الشريط مال المغنيسيوم مع الابتعاد مسافه لا تقل عن 3 امتار من التفاعل خطير. نلاحظ حدوث تفاعل بين مسحوق الالمنيوم واكسيد الحديد، ايش في هذا التفاعل؟ تفاعل شديد مصحوب بانبعاث كمية من الحرارة، يعني إذا ما تكتب بالمعادلة الطاقة الحرارية العالية راح ينقص الحديد. شو ينتج عن هذا التفاعل؟ منصهر الحديد نتيجة قيام الألمنيوم باختزال أكسيد الحديد. حسب المعادلة التالية من أهم المعادلات اللي عندك بالمجلس.
هنا عندي سؤال مزاري ايضا، يقول ما هو تفاعل الذرميت وما الفائده منه؟ عزز اجابتك بالمعادله الموصوله. سيقول استاذ انا شلون اميز بين هذه الصيغه والصيغه اللي قبلها؟ الصيغه اللي اخذناها مال التجربه اللي يجي لك اشرح تفاعل الذرميت، فبالشرح ايش تذكر له؟ تذكر التجربه. اما هذا ايش عندك؟ يريد ما هو تفاعل الذرميت؟ يريد بس يعرف شنو التفاعل وشنو الفائده منه وعزز اجابتك بالمعادله موجود. القلياب تفاعل الدرميت هو تفاعل مسحوق الالمنيوم مع اكسيد الحديد الثلاثي، تفاعل شديد مصحوب بانبعاث كميه كبيره من الحار وبلهب ساطع مع تطاير الشوك. شنو ينتج عنه؟ منصهر الحديد نتيجه قيام الالمنيوم باختزال الحديد. لهنا نص الجواب كملنا. يقول لك وما الفائده منه؟ يقول لك الفائده لحيم الاجهزه الحديديه الكبيره بعد وقضبان سكك الحديد. عزز اجابتك بالمعادله الموزونه، نفس المعادله 2 ار زائد Fe2O3 يضيف اكسيد الالمنيوم زائد الحديد زائد الطاقه الحراريه العاليه، لا تنسى اياها. هذه نسبه التفاعل الثاني. النقطة د من الخواص الكيميائية، ليس بعد من الخواص الكيميائية للألمنيوم، يقول تفاعل الألمنيوم مع الحوامض والقوام. هذه الخاصية يسموها بالسلوك الأمفوتيري. شنو السلوك الأمفوتيري؟ يعني عندك مادة تتفاعل ويا الحوامض ويا القواعد في نفس الوقت. السلوك الأمفوتيري، إذا جابك إياه بالسؤال تعريف سلوك أمفوتيري فتذكر له على شكل عام فما تحدد الالمنيوم، اما اذا قال لك السلوك الامفوتيري للالمنيوم يعني حدد ايش راح نقول له؟ نقول له هو تفاعل الالمنيوم مع الحوامض والقواعد مكون ملح الالمنيوم ومحرر الغاز الهيدروجين. هذا اذا جاب للالمنيوم، اما اذا قال لك بس سلوك امفوتيري تقول له هو تفاعل الماده، بعد ما نقول الالمنيوم نقول الماده مع الحوامض والقواعد مكون املاح الماده ومحرر الغاز الهيدروجين. عندي مجموعه من التعابين المهمه على الالمنيوم. اول واحد يقول يستعمل الالمنيوم في استخلاص الفلزات اي المعادن من اكاسيتها او خاماتها. ليش؟ لانه يسلك سلوك عامل مختزل. يعني يسحب عندك الاوكسيد. النقطة الثانية يقول تستخدم أواني مصنوعة من الألمنيوم في نقل وحفظ حامض النتريك اللي هو التيزار. أو صيغة أخرى لنفس السؤال يقول تفاعل الألمنيوم مع حامض النتريك المركز والمخفف ما يستمر، ما يصير عندك تفاعل. ليش؟ نقول له بسبب تكون طبقة رقيقة من أكسيد الألمنيوم، مثل ما صارت قبل شوي بتفاعله مع الهواء الجوي، أيضاً راح تتكون طبقة رقيقة من أكسيد الألمنيوم، وين؟ تكون شديدة في الالتصاق في السطح. تعزل الالمنيوم عن الحامض وبالتالي راح يوقف عندك التفاعل. النقطة الثالثة يقول لا تصنع من الالمنيوم الاسلاك الكهربائية. احنا قبل شوية قلنا الالمنيوم جيد لتوصيل الحرارة والكهرباء. بس ليش ما نصنع من عند الاسلاك الكهربائية اذا هو جيد التوصيل؟ الا ضمن نطاق محدد. ليش؟ نقول لان الالمنيوم اكثر تمددا وتقلصا من النحاس. هسه النسبة راح احطها اكتبها بنسبة 39%. إذا ما جت عندك لا تنقص درجتك، متأكد منها اكتبها. 39%، إذا نسيتها في الامتحان لا تكتبها أحسن. شلون يعني؟ أكثر تمدد يعني بالصيف راح يتمدد عندك السلك مال الكهرباء. إذا بالشتاء ايش فيه؟ ينكمش يتوتر. نجي للنقطة الرابعة، يقول تستعمل سبائك الألمنيوم قناني خاصة، هذا وزاري ومهم، لحفظ السوائل بدرجة حرارية منخفضة مثل الألمنيوم، مثل عفوا سوائل النيتروجين والأرجون. هو عندنا سوائل ما تنحفظ إلا بدرجة حرارية منخفضة، يعني 100 تحت الصفر، 200 تحت الصفر، شو يخلوها؟ يخلوها بقوانين هي أو قناني من الألمنيوم، ليش؟ يقول لأن يعني الألمنيوم يزداد قوة كل ما انخفضت درجة الحرارة عن الصفر الزيزي، كل ما نزلناها تحت الصفر راح تقوى عندك الألمنيوم. نجي إلى استعمالات الألمنيوم، من أسهل الأشياء على الطالب الثالث متوسط، أسهل استعمالات هي استعمال الألمنيوم، ليش؟ لأن أغلبها متعاملين وياها نشوفها بعيون.
أول وحدة يكون تصنع منه الأسلاك الكهربائية ضمن نطاق محدود، هذا قبل شوي حكينا. اثنين يكون تصنع منه صفائح حقيقة لتغليف الأطعمة والأدوية والمشروبات والسكاكين. هذه يقولها بالبيبسي وغيرها، هذه كلها منين؟ من سبائك الألمنيوم. ثلاثة تصنع من سبائك الكفيفة أواني الطبخ والملاعق والكراسي. ذلك الجدور الفاقونة اللي تكون بالبيت ذلك عبارة عن كراسي للحفاظ عن سبائك خفيفة علما للألمنيوم. أربعة يستعمل في عمل مراية التلسكوبات الكبيرة، هاي ما شايفينها أنتم أكيد. بعد يقول تصنع من سبائك هياكل الطائرات والسيارات والقطارات والقنابل الخاصة لحفظ السوائل بدرجة حرارة منخفضة مثل الأكسجين والنيتروجين والأفنون اللي قبل شوية أخذناها وقلنا السبب مات. هسه نجي إلى سبائك الألمنيوم. سبائك الألمنيوم راح ناخذها سبيكتين، هي سبيكة الديوم ألومي وسبيكة البرونز الألمنيوم. شلون يجي السؤال على السبائك؟ يا أما يجيب لك تعريف هو لازم يجيك على السبائك، حي عصر. كل امتحان وزاري لازم يذكر سبائك الألمنيوم، بس شلون يذكره؟ مرة يجيب لك اياها من ضمن التعريف لكن لك واحدة من عندها. مرة يقول لك قارن بين سبائك الألمنيوم من حيث نسب المكونات والمميزات والاستعمالات. مرة يجيب لك اياها على شكل فراغات، مرة يجيبها على شكل تعاريف، فلازم يذكر لك سبائك الألمنيوم. أول سبيكة اسمها سبيكة الديور ألومي. سبيكة الديور ألومي. شنو تعريفها هذه السبيكة؟ يقول هي سبيكة تتكون من نسبة شبيهة عالية من الألمنيوم ونسبة قليلة من النحاس والمغنيسيوم. سبيكة الديور ألومي نعيدها، شبيهة نسبة عالية من الألمنيوم ونسبة قليلة من النحاس والمغنيسيوم. شنو مميزات هذه السبيكة؟ يقول تمتاز بالخفة والصلابة، يعني خفيفة بس بنفس الوقت تكون صلب. استعمالاتها في بناء أجزاء الطائرات، ليش؟ لأنها خفيفة وصلبة. عندنا بها تعليل، ليش تستعمل في بناء أجزاء الطائرات؟ القلة بسبب خفتها وصلابتها. السبيكة الثانية اللي هي برونز الألمنيوم، إيش فيها؟ تتكون من نسبة قليلة من الألمنيوم، يعني بالمقارنة إذا جاب لك الكلة هاي من نسبة عالية من الألمنيوم، هاي من نسبة قليلة منين؟ من الألمنيوم ونسبة عالية من النحاس. يا أما تجي تعاريفهن أو مقارنة بيناتهن أو تعديل يجيك عليهن أو فراغات، يقول لك مثلا سبيكة البرونز الألمنيوم تتكون من نسبة فراغ من الألمنيوم، شو تقول له؟ قليلة وعالية من النحاس، من اسمها برونز ألمنيوم، يعني نسبة النحاس فيها ايش فيها؟ عالية، البرونز هو النحاس. شنو مميزاتها هذه؟ البرونز ألمنيوم، يقول تقاوم التآكل، الميزة الأولى لها، الميزة الثانية يقول يتغير لونها بتغير نسب مكوناتها. يعني كل ما زادت نسبة النحاس تعطيك لون قريب للأحمر. زادت فيها نسبة الفضة تعطيك لون قريب للفضي. زادت فيها نسبة الذهب مثلا تعطيك لون قريب للأصفر. لها السبب وين يستعملوها؟ في صنع أدوات الزينة أو الحلي والمجوهرات اللي استخدمت البنات بالبيت، لأن الباصو المعصليات. عندك هنا تعليل بها. يقول ليش نستخدم الألمنيوم في صنع أدوات الزينة أو الحلي بين قوسين؟ يقول لأنه يتغير لونها بتغير نسب مكوناتها. يعني تتدرج ألوانها من لون النحاس إلى اللون الذهبي إلى لون الفضة. هذه إحدى الصيغ اللي تجيك على السبائك، مثلاً يقول لك ما هي أهم سبائك الألمنيوم ونسب مكوناتها واستعمالها. تحدد لك إياها، هاي من نسبة عالية من الألمنيوم، ليش النسبة قليلة، استعمالاتها كل وحدة لمن تستعمل، أو يقول لك قارن بين سبائك الألمنيوم من حيث نسب مكوناتها واستعمالها. السبب مخطط ديور ألومين برونز ألومين. كل وحدة هاي نسبة قليلة، هذه نسبة عالية والاستعمال ما عندنا بها أي إشكال. هسه نجي إلى مركبات الألمنيوم. مركبات الألمنيوم، أول مركب للألمنيوم هو هيدروكسيد الألمنيوم. C3AlOH3. ليش الـ3OH؟ لأن الـOH قلنا عليه الأكسدة سالب واحد، والألمنيوم موجب ثلاثة، فثلاثة بالـOH حتى يعادلونك العيار. مادة جيلاتينية بيضاء لا تذوب في الماء. تحضير. هذه المعادلة
أن يفهمها يفهم شكل المعادلة الكيمياء. ليش؟ لأن تقريبا أصعب معادلة عندك بالمنهج أو الفصول اللي داخله بعد التدريس. في أوكسيد الألمنيوم يقول يحظى من تفاعل محلول كبريتات الألمنيوم ويا من؟ مع هيدروكسيد الصوديوم كما في المعادلات التالية. كبريتات الألمنيوم. أنا عندي هاي أرض وعندك شنو؟ كبريتات. ماشي؟ طريقة المقص هذا ايش قد؟ موجب 3 هذا سالب 2 ننقل بدون إشارة. الدنيا راح تجي للألمنيوم. يعني صار عندك أي أرض 2. الـ SO4 طبعا ليه مجموعة خليها بين قوسين تجيها إما شحنة الألمنيوم فصار عندك أي أرض 2 أو 3 بطريقة المقص. بس مجرد تنقل بدون إشارة. يعني شحنة الكبريتات بدون إشارة تجي للألمنيوم والألمنيوم بدون إشارة تروح للكبريتات. زائد. شنو عندك؟ يقول تفاعل كبريتات الألمنيوم مع هيدروكسيد الصوديوم. أكتبه. NaOH. ما له علاقة هسه بالموازنة، أكتبه مثل ما هو. لو اد سالب واحد ولا اد موجب واحد كذا ما عندي مشكله ما يحتاج اوازن. نكمل. ايش راح يدرك بالتفاعل؟ الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، يعني الالمنيوم ياخذ او اتش. ايش راح يصير عندك؟ اي ال من تجي؟ تجي للهيدروكسيد او اتش. احنا قلنا الهيدروكسيد ايش فيها؟ سالب واحد فثلاثة من الهيدروكسيد حتى تعادل لك منو؟ الألمنيوم. ايش بقى عندك؟ بقى عندك الصوديوم ويا من؟ ويا الكبريتات. نجي نكتبها عن هاي SO4. اشوفها صحيحة هاي الصيغة؟ الكبريتات ايش قد؟ سالب 2 والصوديوم موجب 1، اذا نحتاج 2 صوديوم. Na2 باعتبار كل وحده موجب 1 صار موجب 2 وهذه سالب 2. هسه الصيغه توازنت بس المعادله بعدني ما موازنه، لهنا تاخذ نص الدرجه. اجي احسب بس. الالمنيوم ايش قد داخل عندك؟ 2. ايش قد خارج؟ 1 اخلي 2. ماشي؟ الـ SO4 ايش قد؟ 3. ايش قد خارجة عندك؟ خارجة واحدة، خليها 3. أجي للصوديوم. الصوديوم خارج عندنا ايش قد؟ 3 ب 2 6، بينما هو ايش قد؟ واحدة، أنا أخلي لها 6، أضربها في 6. صار عندك 6 ال اي توازنت هسه ال اي. بس اجي احسب ال او اتش. ال او اتش بعد ما ضربت الغلط صار عندي 6 او اتش باعتبار. اجي احسب لك هو هنا 6 2 في 3 هذه مالتها. هاي او اتش خاصه بها 3 ومره ما بتصير في 2 اذا 6. هنا توازنت عندك الصيغ. اخوان هذه من اصعب المعادلات اللي موجوده عندنا بالمنهج. رجاء عيد الفيديو اكثر من مره لحد ما تفهم. مجرد تعتمد على الحالات التناسبية وطريقة المقص، شلون نكتب صيغة كبريتات الألمنيوم حسب المقص؟ الألمنيوم ايش كتبناها؟ الألمنيوم داخل الجزء السالب دائما الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. محتاجين ثلاثة من الوجه حتى نعادل الألمنيوم من قبل الموازنة، واثنين من الصوديوم حتى نعادل الكبريتات، هاي موازنة صيغة مو معادلة. بعد ما كتبت الصيغة الكيميائية تجي توازنها تسوي لك معادلة كيميائي مثل ما حسبناها قبل شوي. هاي المعادله جاهزه عندك. عيدها بشكل سريع. هيدروكسيد الالمنيوم حظى من تفاعل محلول كبريتات الالمنيوم ويا من؟ ويا هيدروكسيد الصوديوم. بالبدايه تاخذه بدون ارقام. الالمنيوم ويا الهيدروكسيد، هيدروكسيد الالمنيوم 3 حتى تعادل لك الالمنيوم. واثنين من الصوديوم
ان اي 2 حتى تعادلنا كل كبريتات، لان هاي سالب 2 وهاي موجب 1. بعدين ترجع توازن راح تطلع عندك المعادله بالشكل التالي. هاي بالنسبه لمن؟ اول مركبات الالمنيوم اللي هو هيدروكسيد الالمنيوم. راح نجي الى المركب الاخر اللي هو اي ار 2 او 3 الالومين. هذا مين ينحضر؟ اخوان هذا ينحضر من تسخين هيدروكسيد الالمنيوم اللي خرج عندي اللي هو المركب الاول للالمنيوم. ماشي؟ مجرد ما يسخنه راح يتفكك الى اكسيد الالمنيوم بعد والى الماء. شلون نكتب هذه المعادله؟ هيدروكسيد الالمنيوم، شنو هيدروكسيد الالمنيوم؟ يعني اي ار او اتش. صح ولا لا؟ بس هذا يصير خطا، ليش؟ لان هذا موجب ثلاثه وهذا سالب واحد. فاحتاج ثلاثه من الاو اتش حتى توازنت عند الصيغه. يقول هذا من يتسخن؟ شو راح يعطيني؟ راح يعطيني اكسيد الالمنيوم. اكسيد الالمنيوم هذه البدايه اكتبها اي ار او، طبعا ما عندي صيغه بس نكتبها. نتاكد هذه الصيغه شلون تجيب؟ اذا بنسوي طريقه المقص اي ار مع الاو موجب ثلاثه سالب اثنين. هذا راح تنقل هنا بدون اشاره وهذه هنا بدون اشاره. يعني اي ار 2 الاو ايش قد؟ الاو 3 اي ار 2 او 3 اجي انقل الصيغه اي ار 2 او 3. ماشي؟ هذا بالنسبة لمن؟ الأوكسيد الألمنيوم. بعد شو يطلع من عندك؟ على طول أوف عندك هيدروكسيد وعندك تسكين راح يطلع عندك مي زائد H2O. بس أجي أحسب الألمنيوم إيش قد خارج عندك؟ 2 بينما إيش قد داخل؟ داخل واحد أربعة في 2. الأكسجين هنا انا ايش قد عندك؟ 3 وهنا انا ايش قد؟ وحدة 4، اجي احسبها هنا ايش قد؟ هنا عندك 3 او مضروبة في 2 يعني 6. ماشي اخوان؟ ايش قد؟ 6. فاجد هنا عندك فقط 3، اذا يحتاج اضرب هذا في ايش قد؟ في 3 حتى يصير عندي هنا 3 وهنا 3 فيصير 6 او. خليت 3 هنا صار عندك او 3 او 3 6 اللي هنا لان 2 في 3 6. بس نجي للهيدروجين. هيدروجين ايش؟ 3 مضروبه في 2 يعني 6. هنا ايضا 3 مضروبه في 2 يعني 6. موازنه المعادله الكيميائيه جدا مهمه يا اخوان. تكتب بالبدايه حاله العناصر من خلال اي ارقام، طريقه المقص تطلع صيغه اكسيد الالمنيوم ويبقى عندك الماء توازن. طبعا الماء ايضا تقدر هو كل احنا نعرف H2O بعدين تجي توكس، ما يحتاج نكتب طريقه المقص بالنسبه للماء. اكسيد الالمنيوم يحضر من التسخين الشديد لهيدروكسيد الالمنيوم، هذا هيدروكسيد الالمنيوم تعلمنا بالتسخين راح يطلع عندك اي 2 او 3 3 H2O، بس هاي المعادله جاهزه هناك تعلمنا شلون نستخرج. استعمالات اكسيد الالمنيوم يستعمل في سطل المعادن والتنميع، بعد يدخل في تركيب الاحجار الكريمه. نعم تعليم يقول يستعمل اكسيد الالومنيوم في سطل المعادن، ليش؟ لانه ماده صلبه. هسه نجي الى ثالث مركبات الالومنيوم اللي هو الشب. الشب يا اخوان من المواضيع المهمه جدا بالنسبه لمركبات الالومنيوم، طبعا قصة الالومنيوم جدا مهم. صح كلامي يا بس دائما الكبر عليك. الشب طبعا هذه صيغه الشب. ما هو الشب؟ وما هي صيغته العامه؟ وما اهم استخداماته؟ هذا سؤال وزاري مكتوب عندك اكثر من مره. شنو كذا؟ الشب هو ملح ناتج من كبريتات الالمنيوم وكبريتات البوتاسيوم. هذه الكبريتات وهذا الالمنيوم وهذا البوتاسيوم. وجزيئات ما هي التبلور بنسب كتليه ثابته ويسمى ايضا شب البوتاس. يعني قال لك عرف الشب او شب البوتاس نفس التعريف. الصيغه اخوان حتى لا تنسى الصيغه الكيميائيه للشب
طبعا 12 زائد ما يثبتها يمك، 12 زائد ما، بس هذا شلون يثبتها؟ احنا الكيلوميتر مو قلنا سالب 2 ماشي؟ سالب 2 في 2 4، هنا انا عندك الالميوم موجب 3 والبوتاسيوم موجب 1، ف 4 حتى تعادل لك شحنة الكيلوميتر اللي هي سالب 2 مضروبة ب 2. استخداماته، لمن يستخدم هذا؟ الشب، تعقيم الجروح الخفيفة، تثبيت الاصماغ على الاقمشه، وتصفيه او تنقيه مياه الشرب. اذا ما جتك هذه الصيغه يجيك التعريف مالتها، يعني لما ما من تعريف يذكر لك شرب البوتاس او يجيب لك هاي الصيغه، ما هو الشرب وما هي صيغته العامه وما اهم الاستخدامات، هذه هي الاستخدامات. عندك هنا تعليم مهم يقول يساعد الشرب على تخثر الدم بسهوله. ليش؟ نقول له بسبب ذوبانه في الماء وترسبه لأكسيدات الألمنيوم على الجروح حيث توقف سيلان الدم فيتخثر. هاي بالنسبة لتعليق الشب. نعم راح نجي إلى موضوع جدا مهم هو الكشف عن الألمنيوم في مرتباته. أخوان أترجاكم فرقوا بين الكشف عن الألمنيوم وبين استخلاص الألمنيوم. استخلاص الالمنيوم شنو هو؟ اللي شرحناها التجربه مال خام البوكسايد اللي نسينا نقول لكم ايضا نسميها طريقه هول. اما الكشف لا، الكشف يختلف عن الاستخلاص. الاستخلاص انا اريد استخلص الالمنيوم من مركب معين. اما الكشف لا، فانا عندي مركب اريد اكشف موجود به الالمنيوم لو ما موجود. شلون نشرح عن ايون الالمنيوم في محل مركباته؟ يقول له جواب يتم الكشف عن ايون الالمنيوم بتفاعله ويا من؟ مع محلول قاعدي، يعني مجرد ايون الالمنيوم انفعل ويا محلول قاعدي مثل من؟ مثل هيدروكسيد الصوديوم. راح يتكون عندك راس ابيض جيلاتيني هو هيدروكسيد الالمنيوم، حسب المعادله هذا الالمنيوم، هيدروكسيد الصوديوم، هذا راس ابيض الجيلاتيني. ايش في هذا الراس الابيض؟ يقول يدوم عند اضافه زياده من هيدروكسيد الصوديوم بسبب تكون الومينات الصوديوم الذائب. بس واحد يقول استاذ هذه المعادله احفظها لو شنو؟ احنا قلنا المعادلات اذا تحفظها ايش فيها؟ تنساها، لازم تتعلم كتابه. هذا عندك شو تقول الكشف؟ يقول يتم الكشف عن ايون الالمنيوم بتفاعله مع محلول قاعدي. هذا الالمنيوم اي ار. ايش قلت لك سيدي قلنا؟ موجب 3 ويا من يتفاعل ايون الالمنيوم محلول قاعدي مثل من؟ مثل هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم يعني صوديوم ان اي وبها هيدروكسيد اللي هي الاو اتش. يحتاج موازنه؟ لا، لانها موجب 1 وهذا سالب 1. شو راح يعطيك؟ انا اريد اكشف عن الالمنيوم دائما، طبعا هذا جزء موجب وهذا الجزء سالب. فالموجب وين يروح؟ الالمنيوم ياخذ السالب. ايش راح يتكون عندك؟ اي ال او اتش زائد شنو؟ زائد الان اي. هسه نجي الى الموازنه. الالمنيوم بالاو اتش. الالمنيوم ايش قد؟ موجب 3. الاو اتش ايش قد؟ سالب 1. بالمقسم نقدر راح 3 من الاو اتش يلا تعادل لك شنو؟ الالمنيوم. هذا اي ار موجب 3 وهذا الاو اتش سالب 1. طريقه المقاس نقبلون اشاره، يعني هنا صار عندك 1 وهنا 3 فيصير اي ار او اتش 3. كتبناها اي ار او اتش 3 زائد الان. هسه نجي نوازن الالمنيوم داخل واحد، ايش قد خارج عندك؟ 1. الاو اتش هنا 1، ايش قد خرج؟ 3. لازم هذا اضربها في 3. صار عندك 3 ان اي او اتش كمل. هسه نجي للصوديوم اللي هو موجب 1. ايش قد خارج عندي؟ ذره واحده. بينهم ايش قد صار هنا بعد ما ضربناها في 3؟ صار 3 ان اي، فهذا ايضا اضربها في 3. صار عندك اي او اتش 3 زائد 3 ان اي. اللي هي هذه المعادلة. هذا الراس الأبيض الجيلاتيني وهذا أيون الصوديوم.
لا ما فهمت غير فور اذا نوتو في الفيديو ورجع لحد ما تضبط المعادله، لان المعادله لازم تنفهم، اذا حفظ راح تنسى. هذا اخر سؤال، طبعا جوابه نفس هذا الجواب بس شلون تجيك الصيغه؟ احد السنين الوزاري ما يقول لك كيف يتم الكشف عن اي وجه الالمنيوم في محاليل المركبات. يقول لك اعطيك مركب ويقول لك هذا المركب يحتوي لك على محلول كلوريد الالمنيوم. شلون اعرف انا موجود الالمنيوم؟ كيف يمكنك ان تتاكد من وجود ايون الالمنيوم؟ نقول له يتم الكشف عن ايون الالمنيوم بتفاعل ويا من؟ ويا كلوريد الالمنيوم. ايش راح يتكون عندك؟ ايضا يتكون عندك راسب تذكر له نفس المعادله. ان كان ما هذه اي ار هنا ايش راح تستخدم بداله؟ راح تستخدم اي ار سي ار 3 زائد ال 3 هنا ايش نفسها راح تنكتبها؟ الموجب مع الموجب ايضا الالمنيوم راح يجي ياخذ الهيدروكسيد وبنفس الطريقه اللي وازناها قبل شويه. وين راح يصير عندك الفرق؟ ومكان ما لها بس 3 اي هاي راح تاخذ السي ار، راح يصير عندك 3 ان اي سي ار. سواء تكتب نفس هذه المعادله تمشي ماكو اشكال، تريد تحددها بالكلور تكتبها مثل ما هو قايله ايضا ما عندنا مشكله. هذا اللي اخذناه كان اخر موضوع بالنسبة للفصل الثالث اللي هو عناصر الثورة الثالثة. حاجتكم الأسئلة بالمنزلة تتطلعون عليها وأغلبها مكرمة يعني من ضمن الشرح. نلتقيكم إن شاء الله بالفصول القادمة.